لماذا اجتذب غرق الغواصة تايتن تعاطفاً عالمياً وإعلامياً لم يحظى به مركب المهاجرين المنكوب قبلة سواحل اليونان؟ علماً أن ضحايا الحادثين ماتوا في البحر. وهل المقارنة صحيحة أصلاً؟ هذا ما يسأله الكثيرون على مواقع التواصل، مع الإشارة إلى أن التعاطي مع المهاجرين ينحصر بإحصاء عددهم وحتى بإلقاء اللوم عليهم في بعض الأحيان. يأتي ذلك وسط انتقادات بشأن كمية الموارد التي تم توظيفها في عملية البحث عن الغواصة تايتن بالمقارنة مع عمليات البحث عن قوارب المهاجرين، أحدثها طبعا هذه السفينة وكانت تحمل أكثر من 700 شخص أغلبهم في عداد المفقودين. وهناك تبادل بالاتهامات بشأن التقصير أو الإسهام في غرقهم. الرئيس الأمريكي السابق أو الأسبق باراك أوباما علق على هذا الوضع بالقول إن المواكبة الإعلامية للمشهدين لم تكن عادلة على الإطلاق. وإليكم أيضا بعض التعليقات من مواقع التواصل. هنا ماجد يقول: هذا الفارق يقاس بقيمة الإنسان، فخمسة يعتبروا باحثين مقارنة ب740 مهاجرا يرونهم عبئا، هو معيار البحث. هذه المعايير لا تكشف إلا زيف الادعاءات الإنسانية في هذا العالم الزائف. أما فتح الرحمن فيقول: أكيد فروق، وكان بجهد قليل ممكن يساعدوا ناس القارب، بس من ناحية تانية بتاعين الغواصة دافعين مليون وربع مليون دولار وداخل في فلوسهم الإنقاذ. أما يوسف أخيرا فيعلق ويقول: ركوب البحر عن طريق قوارب الموت أصبحت عادة، ولذلك لا يهتم بها حتى لو أغرق القارب عمدا. غرق الغواصة هو حدث نادر، الطبيعي سوف يأخذ صدى كبير في أوساط الصحافة. لو تغرق كل شهر غواصة لن يهتم أحد بذلك. المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق قال إنه يجب العناية بجميع البشر بغض النظر عن ظروفهم. كل الأرواح ثمينة، يجب حماية جميع أولئك الذين يخاطرون بحياتهم في البحر. أي تدابير لحماية حياة الناس سواء كانت موجودة، سواء كانوا على متن سفينة أو يقودهم مهربون، أو ما إذا كانوا في غواصة، يجب الاهتمام بهم جميعا. من ناحية أخرى فيما يتعلق بضحايا الغواصة، فقد تبين أن ويندي راش زوجة ستوكتون راش الرئيس التنفيذي للغواصة تايتن تنحدر من عائلة فقد لها أفراد على متن سفينة التايتانيك. فقد أفاد تقرير لصحيفة الديلي ميل بأن ويندي هي حفيدة لزوج من الأثرياء كانا على متن السفينة تايتانيك عام 1912، وقد توفي جدا جدها في السفينة الغارقة. في هذا التقرير مشاهدينا نتعرف على ضحايا الغواصة الأثرياء. Thank you.
شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندينج. سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها.